بسم الله الرحمن الرحيم. موقع سدى البلد من داخل الحرم الجامعي، وبالتحديد من مكتب الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، في أول يوم للترم الأول لامتحانات الجامعة. أهلا سنة دكتور، بنرحب بسعادتك يا سيادة الرئيس. يا أهلا بيك. رب رحيم. دكتور أحمد، عايزين حضرتك تدينا فكرة النهاردة عن أول يوم في امتحانات الترم الأول في جامعة الفيوم، وسيادتك كنت بتتفقد الامتحانات النهاردة في بعض الكليات التي يوجد بها امتحانات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنرحب بحضراتكم جميعا. زي ما حضرتك قلت، النهاردة بيعتبر هو اليوم الأول، 27 فبراير يعتبر اليوم 2021، هو اليوم الأول في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021. طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها كانت الجامعة كلها على قدم وساق من حيث الاستعدادات كاملة في كافة على كافة الأصعدة، سواء في المدرجات، سواء في القاعات، سواء في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، سواء في تعقيم المدرجات والقاعات أو تنظيم الجداول الامتحانية وترتيبها وتقسيم اللجان وتحديد الملاحظين. الحمد لله كل ده تم على أكمل وجه، وبدأنا النهاردة بقى الحصاد، هو اليوم الأول في امتحانات جامعة الفيوم. حقيقي النهاردة كان عندنا أربع كليات بدأت فيها العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول، فالنهاردة تفقدنا الحمد لله هذه الكليات. كانت البداية بكلية الأداب اللي كان بتمتحن فيها الفرقة الأولى بالكليات المختلفة، مرينا على كافة الطلاب وتأكدنا من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وسير العملية الامتحانية على أكمل وجه، وتأكدنا أن الأساتذة كلهم أساتذة المقررات موجودين والملاحظين موجودين والتباعد الاجتماعي موجود داخل القاعات وداخل المدرجات، واطمئننا من الطلاب على الامتحان وعلى مستوى الامتحان بشكل عام. انتقلنا بعد كده إلى كلية الهندسة، وكلية الهندسة كان فيها مجموعة من الطلاب برضو كان بالفرقة الأولى بقسم مدني، برضو اتأكدنا منهم من سير الامتحانات على أكمل وجه. عقب ذلك انتقلنا إلى كلية العلوم، كان فيه النهاردة إحدى فرق الفرقة الثالثة بكلية العلوم، وهي الفرقة الثالثة بقسم الجيولوجيا. تأكدنا برضو من الطلاب من سير العملية الامتحانية واطمئنينا على تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه. عقب ذلك انتقلنا إلى كلية الخدمة الاجتماعية اللي بتعقد فيها الامتحانات الخاصة بالفرقة الأولى بكلية التمريض، برضو اطمئننا منهم على سير العملية الامتحانية. وانتقلنا بعد كده مؤخرا إلى مبنى المدرجات المركزية، وده يمكن كان فيه القوة الضربة في الجامعة، لأن كان فيه 8 مدرجات شغالة بعملية امتحانية لطلبة كلية الحقوق بالفرق الأولى والتانية والتالتة. برضو اطمئنينا منهم، كان متواجد كل السادة أعضاء التدريس، كل إدارة الكلية، سادة العميد والسادة الوكلاء وكافة أعضاء التدريس ووضع الامتحانات، اتأكدنا من تواجدهم كأساتذة مع طلبتهم للإجابة عن أي استفسارات خاصة بالطلاب. اتأكدنا برضو من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومن تشغيل بوابات التعقيم وتشغيل أجهزة قياس درجة الحرارة. الحمد لله كل ده موجود، واللجان الامتحانية منتظمة على أكمل وجه. بنأمل إن شاء الله أن تستمر العملية بهذا الانتظام، بحيث تخرج الامتحانات إن شاء الله بأكمل وجه بدون أي خسائر بدون أي إصابات. بقى عقب ذلك أخذنا جولة جوه الحرم الجامعي لتأكد من التزام كافة المتواجدين داخل الحرم بارتداء الكمامات، وان عدم بقاء الطالب داخل الحرم الجامعي طالما ان هو انتهى من اداء الامتحانات الخاصة به. فالامن الداخلي حقيقي قايم بدور كبير جدا في هذا المجال، وان شاء الله العملية الامتحانية مستمرة وبشكل مميز لمدة 15 يوم القادمين باذن الله. دكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالنسبة للمدن الجامعية
عايزين نعرف ايه نظام الطلاب فيها بالنسبه للمدن الجامعيه. زي ما حضرتك عارف كانت يعني الطلبه ما كانوش متواجدين فيها الفتره اللي فاتت. بدانا من 3 ايام استقبال طلاب المدن الجامعيه، ويمكن بدانا بالنسبه لابنائنا وبناتنا من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه، بدانا بعودتهم للمدن الجامعيه في وقت مبكر شويه عشان يستعدوا بالشكل المناسب. وبعدين استكملنا باقي الطلاب من يوم الخميس الماضي. الطلاب دلوقتي اقامت في المدن، كل واحد في المكان بتاعه المحدد. بدات المطاعم تشتغل، وزي ما حضرتك عارف ان الوجبات لهؤلاء الطلاب ما بتتمش في خلال المطاعم المركزية عشان لمنع الاختلاط، لا الوجبات بتجهز وبتوزع على الطلاب داخل غرف الإقامة الخاصة بيهم. وبرضو تأكدنا وكان فيه تأكيد وتركيز على تعقيم وتطهير المدن الجامعية قبل قدوم الطلاب، وإن شاء الله هيبقى العملية دي مستمرة في التعقيم والتطهير بشكل دائم إن شاء الله. الأعداد ستجدد الإيه يا فندم؟ الأعداد، اعداد الطلبه اللي موجودين في المدن الجامعيه، اعداد الطلاب نتيجه للاجراءات الاحترازيه. زي ما حضرتك عارف احنا قللنا عدد الطلاب بقدر الامكان. انا كان عندي في الغرفه كان بيبقى موجود في بعض الغرف اللي هي ذات الحجم الكبير او المساحه الكبيره كان بيبقى موجود فيها 6 طلاب، والغرف ذات المساحه الصغيره كان بيبقى موجود فيها 4 طلاب. نتيجه لاتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازيه قللنا الحد الاقصى لاي غرفه موجود فيها الطلاب هو 2 طالب او 2 طالبه داخل الغرفة الواحدة، وده طبعا حفاظا على أبنائنا الطلاب. احنا في نهاية حديثنا طبعا بنتوجه بخير الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وبنسمي من جود حضرتك يا دكتور على اللي انت بتقوم بيه داخل الجامعة، ودي حاجة جميلة جدا بصراحة. شكرا لك، وبنشكرك على هذا اللقاء الجميل جدا يعني. شكرا لحضرتك وموفقين دايما إن شاء الله. شكرا دكتور. كان معكم نبيل أبو السعود، موقع صدى البلد بمحافظة الفيوم. شكرا لك.